جديد على قناتي وفئة التلاتين فيما فوق تجمع. انا قررت ان فترة التلاتينات تبقى هي فترة العشرينات بالنسبة انتي في منتهى الانوثة. الفترة دي مهمة جدا لانها تعتبر انتقالية جعيد بتظهر، هتلاقي شوية شعر ابيض جوه الشعر وهي عبارة عن قطعة اكل سوبر فود. جهازك العصبي بشكل اجريسيف عندك وتقدروا تستخدموا الماتشا تي. يعني ايه مضادات الاكسدة؟ مضادات دهون عالية، هي بتقلل امتصاص الدهون للجسم. في حاجات كتير جدا يعني تقدروا تعزموا بعض عليها، والناس اللي في الاربعينات والخمسينات انت كمان خطة ولازم تعملي حساب بكرة.